أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور
إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا Thank you.
وسخر الشمس والقمر كل
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كل يجري إلى أجل مسمى كل وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس صدق